بسم الله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها الأحبة، مع دقائق فقهية، ولازلنا نتحدث في باب الجنائز وفضل ذكر الموت. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذكر الموت، وكان يعد الرجل صالحا إذا كان ذكره للموت كثيرا، كما روى الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال: ذكروا رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثروا من الثناء عليه، يعني أثنوا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف ذكره للموت؟ فقالوا: ما كنا نسمعه يذكر الموت. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن صاحبكم ليس هناك، يعني هو ليس كما تقولون، مش ليس لا يستحق الثناء، لأنه لا يكثر من ذكر الموت. والمولى عز وجل حث نبيه على ذكر الموت، يعني في الحديث القدسي: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. لذلك يعني السلف كانوا يعدون موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم عبرة لتذكر الموت. كان سفيان الثوري يقول: من بلغ سنه سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وصلت لسن النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ كفنا. اللي وصل لسن سيدنا محمد، سيدنا محمد مات عنه 63، فاللي وصل سنه 63 يتخذ كفنا. وكان وهب بن منبه يقول: ما من يوم ينادي، لا بأس لا بأس، ما من يوم ينادي إلا وينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا أبناء الستين، هذا وقت الحصاد، يا أبناء الأربعين، هذا أوان أخذ الزاد، أذهانكم حاضرة وأبدانكم قوية شداد. واتفق السلف على أن كثرة ذكر الموت لها فوائد. الفائدة الأولى هي تمحيص الذنوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من ذكر الموت، أو أكثر من ذكر الموت، فإنه يمحص الذنوب ويذهب أو يزهد في الدنيا، وإذا ذكر في غنى هدمه، وإذا ذكر في فقر أرضاك بعطاء الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى أربع حاجات. أول حاجة يمحص الذنب، ليه؟ لأن الواحد لما يذكر الموت يخاف، فيقوم يبادر بالتوبة، فيبقى هذه أول شيء، والتوبة تمحص الذنوب. وبعدين يزهد في الدنيا، هي عرفت قيمة الدنيا، ما هي أي حاجة آخرها الموت، يبقى ما فيهاش يعني لا تفرح، لأن هتسيبها. ثم إذا ذكر في غنى هدمه، يعني لقيت نفسك في غنى هتبطر، الموت يحجمك، يعرفك قيمة نفسك، إنك أنت الغنى ده في النهاية هتسيبه وتمشي. وإذا ذكر في فقر أرضاك بعطاء الله عز وجل، بإيه؟ بما قسم الله تبارك وتعالى لك. يبقى هذه أول فايدة اللي هو تمحيص الذنوب. ثاني فائدة، كما قال القرطبي في كتاب التذكرة في الموت، التذكرة في أمور الموت وأحوال الآخرة، قال: الارتداع عن الذنب، أنك تبقى خايف من الذنوب. من أكثر من ذكر الموت ارتدع عن الذنوب، وزهد في الدنيا، ورغب في الآخرة، واستعد لما عند الله تبارك وتعالى. يبقى ده برضو فائدة تانية من فوائد الموت. علي الدقاق قال كلمة جميلة جدا، يعني أرجو أن تحفظوها. قال: من أكثر من ذكر الموت كوفئ بثلاثة. يبقى اللي بيكتر ذكر الموت، اللي دايما الموت على باله، في ثلاث أشياء ربنا هيكافئ بيها. أول شيء تعجيل التوبة، ثاني شيء قناعة القلب، ثالث شيء النشاط في العبادة. تخيل واحد يعني نام إليه إن أجله بعد ساعة، هيقضي الساعة دي في إيه؟ إلا في أنه يبقى في طاعة الله تبارك وتعالى. يبقى من أكثر من ذكر الموت كوفئ بثلاثة: تعجيل التوبة، وقناعة القلب،
ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عقب بثلاثة: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. دايما اللي مش خايف، اللي مش حاطط الموت في باله، بعدين سوف أتوب، لسه قدام الزمن كتير، لسه الأيام جاية. وبعدين ترك الرضا بالكفاف، ما فيش ما يقنعش، مش فاكر إن في نهاية الموت. ثم التكاسل في العبادة، العبادة ما يبقاش فيها نشيط، لأنه مش عامل حساب إن هو ممكن فجأة يموت. بالمناسبة، من علامات الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام، من أشراط الساعة ثلاثة: موت الفجأة، إن الناس تموت فجأة، شاب صغير في السن وفجأة راح فين ما فيش، وموت الفجأة كما قال عليه الصلاة والسلام أخذته أسف. يعني أخذته أسف؟ حاجة اللي تحصل له يتأسف، إن كان مؤمن يتأسف، وإن كان كافر يتأسف. إن كان مؤمن أسف ألا يكون قد استزاد، ما يا ريتني كنت عشت عشان أخذ أكتر. وإن كان كافر أسف ألا يكون قد أمهل، أو يعني أعطي فرصة للتوبة، ما خدش فرصة للتوبة، لذلك عقوبة، يعني عقوبة للكافر. وفي رواية تانية: فرحة للمؤمن وحسرة على الكافر. ليه حسرة على الكافر؟ لأنه ما خدش فرصة للإيه؟ للتوبة. فمن علامات الساعة ثلاثة حاجات النبي صلى الله عليه وسلم قالهم: أول حاجة موت الفجأة، ثم أن يرى الهلال قبلا. دي صعبة شوية، ولو إن بما إن رمضان جاي، أنا كنتش ده أقولها، بس بما إن رمضان جاي هنقولها: أن يرى الهلال قبلا. يعني سبحان الله، هيتغير الزمن لدرجة إنك تشوف الهلال منتفخ كأنه ابن ثلاث أيام أو ابن يومين، وده حاجة غريبة قوي. يعني المفروض إن الهلال في الساعة الأولى ما حدش يشوفه إلا قلة، لكن كل الناس قبلا، يعني أنا شفت الهلال قبل أي كل الناس، فكل الناس هتشوف الهلال. ليه؟ لأنه يتولد ابن يومين، فدي علامة من علامات الإيه؟ الساعة. يبقى أن يرى الهلال قبلا، وأن تتخذ المساجد طرقا، المساجد تبقى طرق، يعني باب مسجد له بابين، باب هنا وباب هنا، يخش الواحد من الباب ده ويعدي ويخرج من الباب الثاني، ويسمع الأذان ما يجيبش الداعي، واللي يسمع الأذان ويترك المسجد فقد برئت منه ذمة أبي القاسم، يبقى عصى أبي القاسم. فيبقى ده هيجي يوم من الأيام، هيبقى فيه ثلاث حاجات دول هيحصلوا: موت الفجأة، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يرى الهلال قبلا. نرجع تاني للإيه؟ لمكافأة ذكر الموت. قلنا ثلاث حاجات، مين فاكرهم؟ علي الدقاق قال: ها، من أكثر من ذكر الموت كوفئ بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي ذكر الموت عوقب بثلاثة: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل عن العبادة. فضل بس فايدتين اتنين وننهي الحديث. الفايدة الرابعة من كثرة ذكر الموت: إن النعيم اللي انت فيه لا يطغيك، لأن ربنا قال: ثم لا تسألون يومئذ عن نعيم. آخر سورة التكاثر في النهاية: التكاثر كما شئت، بس ربنا يسألك. ولذلك يعني لا أدري، نسيت اسم التابعي، قال رضي الله عنه، قال وهب، نعم، قال: كل نعيم جعلك تكره الموت، أي نعيم يخليك تكره الموت اتركه، ثم موت متى شئت، ما تخافش بقى من الموت. أي حاجة تنسيك الموت وتنسيك ربنا اتركها. ولذلك واحد جهل لأحد الصالحين قال له: أنا ليه بكره الموت؟ قال له: ألك مال؟ قال: نعم. قال: فقدمه. يعني إيه؟ ابعته الرب. إحنا قلنا يعني أقرب وسيلة تبعت بها مال لآخرتك، لا محتاج لبي بال ولا إي بي، هو إنك أنت إيه؟ تتصدق به لله تبارك وتعالى، يسبقك إلى الآخرة. قال: فقدمه، فإن نفس بني آدم تتبع المال، فإذا قدمته تعلقت بالآخرة، وإذا أخرته تأخرت معه. يبقى إذن هذا أيضا من الإيه؟ الأمور التي اللي هو إنك يهون عليك النعيم. واحد من التابعين كان له دار حلو قوي، نظر اليها فاعجبته، فعجبه حسنها، ثم قال: والله ان حسنك يعجبني لولا الموت، لولا الموت، لان مش قاعد لها، مش هتسيبها وتمشي. ثم اخيرا الفائده الخامسه: من اكثر كما قال
انا النهارده بقى الاسامي كلها نسيتها. قال داود، داود قال من اكثر ذكر الموت قل حسده وقل فرحه. قل حسده انك مش هتحسد الناس، هتحسده على ايه؟ ما هو هيسيبه انت هتسيبه، فمش هتفرق بقى معاك ولا مع غيرك. قل حسده وقل فرحه، الفرح هنا معناها البطر والكبر، مش هيتكبر، هيتواضع لله تبارك وتعالى. يبقى دول فوائد ذكر الموت، قلتلهم تاني بسرعه. يبقى اول فايده تمحيص الذنوب، تاني فايده الابتداع عن الذنوب وتركها، ثالث فايده يهون النعيم امامك ولا يبطرك ولا يجعلك تطغى على الناس، رابع فايده اللي قالها العلي الدقاق ثلاث اشياء: تعجيل التوبه وقناعه القلب والنشاط في العباده، ثم اخيرا ان يقل حسدك ويقل بطرك او فرحك او كبرك. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وجزاكم الله خيرا.